ومعانا اول خبر، حيث صرح مسؤول مركز الاعلام الامني بوزاره الداخليه ان الاجهزه الامنيه تلقت وقت لاحق بلاغ يفيد بوفاه المستشار رشوان حسن رشوان احمد نائب رئيس هيئه قضايا الدوله، والذي تصادف مروره حال وقوع انفجار العقار الكائن بشارع سهل حمزة في الهرم متأثرا بإصابته. وأشار المسؤول الأمني إلى أن ذلك يأتي على خلفية حادث الانفجار الذي وقع مساء أمس بإحدى الشقق السكنية غير المستغلة بالعقار الكائن بـ 22 شارع سهل حمزة في منطقة الهرم الجيزة، ليرتفع بذلك عدد المتوفين في الواقعة إلى 3 حالات، فيما أصيب 11 آخرين. وتتخذ الأجهزة الأمنية إجراءات للوقوف على أسباب الواقعة، طبعا يعني خالص التعازي لأهالي المتوفين.